حصاد الجنوب، أهلا بكم. بعث الرئيس القائد عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي برقية تعزية إلى أسرة الصحفي عبد العزيز صالح بن ثعلب، عبر فيها عن صادق مواساته إلى أبناء الفقيد وأفراد أسرته كافة. وفي البرقية أشاد رئيس الزبيدي بالأدوار التي قدمها الفقيد في محراب الصحافة الجنوبية، مؤكداً أن الوسط الإعلامي الجنوبي فقد برحيله أحد أبرز مشاعله. دشنت في مديرية نصاب بمحافظة شبوة اليوم تظاهرات غضب حاشدة للمطالبة برحيل سلطة الإخوان وتقديم رموزها للمحاكمة عقب تسليمهم 3 مديريات لميليشيا الحوثي دون مقاومة. التظاهرة التي جابت شوارع مركز مديرية نصاب هتفت ضد جماعة الإخوان واستنكرت تسليم مديريات بيحان للحوثي، كما طالبت بعودة النخبة الشبوانية لحماية المحافظة وتحرير بيحان. شهدت محافظة الضالع صباح اليوم السبت تخرج دفعة عسكرية بحضور رئيس الهيئة التنفيذية لانتقالي المحافظة العميد عبد الله مهدي سعيد. ونقل العميد مهدي في كلمة له تحيات الرئيس القائد عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية للمتخرجين، مشيدا بالدور الذي قامت به قيادة الدفعة في مجال التدريب القتالي والمعنوي والاستعداد لتنفيذ أي مهام توكل إليهم من قبل القيادة السياسية الجنوبية. بتكليف من الرئيس القائد عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، اطمأن الدكتور جنيد الجنيد رئيس اتحاد أدباء وكتاب الجنوب والعميد جلال عثمان مدير عام الجريدة الرسمية للمجلس على صحة الأديب والكاتب سعيد عولقي. الجنيد وعثمان نقلا تحيات الرئيس الزبيدي وتقديره لإسهامات الأديب عولقي في حركة التنوير والثقافة الوطنية في الجنوب، متمنيا له الشفاء. نهاية الحصاد لهذا اليوم، إلى اللقاء.